وإلى كرة اليد، أين يواجه في هذه الأثناء المنتخب الجزائري نظيره السعودي في قمة الدور التمهيدي بالقاعة متعددة الرياضات حمو بوتليديس بوهران غربي الجزائر. ومعنا من هناك من قلب الحدث موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران ياسين قالم. ياسين، مساء النور. أكيد مواجهة مرتقبة واعدة بين المنتخبين في قمة الدور التمهيدي. نعم، مساء الخير خالد، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذا حماس كبير وكبير جدا صنعه لاعبو المنتخب الجزائري والمنتخب السعودي في قاعة حمو، في القاعة المتعددة الرياضات حمو بوتليديس هنا في وهران. حماس وحماس جدا. الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب السعودي بنتيجة 13 مقابل 9 لأشبال بوشكريو والمنتخب الجزائري. المواجهة خالد مهمة ومهمة جدا، ستحدد صاحب المركز الأول أين سيواجه صاحب المركز الأول صاحب المركز الرابع والذي يحتله لحد الآن المنتخب العراقي، فيما سيواجه المنتخب الثاني المنتخب السعودي إذا بقيت النتيجة على حالها المنتخب القطري والذي سيواجه العراق بعد قليل. زميلي خالد، الإجراءات التنظيمية يعني محكمة ومحكمة جدا. الشيء الجميل هنا وحضور العائلات الوهرانية بقوة وبأعداد كبيرة مثلما كان الحال خلال منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين وخلال الألعاب البحري المتوسط. إذن 10 على 10 في التنظيم مع انتظار الشوط الثاني الذي من دون شك سيكون حماسيا ومهما لكلا المنتخبين. أكيد ياسين، مع تمنياتنا بالتوفيق للعناصر الجزائرية في هذه المواجهة الحاسمة. ذا موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران ياسين قالم، شكرا على كل هذه المعلومات.